Okay, open new file, new live script. Save it, Control S, save, and your name, مثل العادة. في الأخير خمس دقائق الأخيرة هيكون فيه كويز بسيط جدا، تمام؟ انتبهوا. هيكون فيه كويز في آخر الحصة. لكن ما راح ياخذ وقت كثير يعني. طيب اللاب اي دي واللاب 5 اوكي، تسمي الفايل بالشكل هذا. طيب في التايتل نكتب لاب ورك 5 لينير سيستم، موضوع لينير سيستمز بلس بلوتينج. طبعا حط اسمك مع الاي دي تاريخ اليوم الفانكشن كلير فانكشن سي ال سي كذلك الفورمات. هذا على كل حال فورمات مثل ما يقولوا اشياء اضافيه. Question one. كلكم إذا جهزوا فايل بالشكل هذا. هنالكم متعودين إن شاء الله، مفترض متعودين بال. نروح للسلايدات في مراجعة بسيطة. Solving system of linear equations. فالمطلب بسيطة جدا. How to solve system of linear equations. يعني ما فيش تعقيدات. لأنك أنت الحين لو تحاول تحلها طبعاً إما أنك تسوي algorithm مثلاً كرامل algorithm ولا الغوس سايدل ولا الأشياء الالجوريتم اللي معروفة في الجبر في الجبر يعني في الجبر حق الماتريكس. لكن في المطلب بس بكوماند واحدة تقدر تحل السيستم لأنه it's already defined في المطلب. الفانكشن هذا والالجوريتم هذا يعني معرف، تمام؟ الطريقة موجودة في المطلب. يعني تحط X مثلا هذا unknowns يساوي A under slash B، هذه مش under، نعم under slash يقولوا الباك سلاش، نعم الباك سلاش عفوا، هذا الباك سلاش رمز الباك سلاش، أو inverse A مضروب في B. هذا مثال you have got this system. مثلا انت في الانجينيرينج ولا في الفيزيكس يعني ممكن في العادة ولا في كثير من المرات يعني البروبلم حقك يوصل أو يقول إلى سيستم لينير سيستم أو لا نون لينير سيستم. نون لينير سيستم طبعا فيه ميثودز أخرى، فيه طرق أخرى. في لينير سيستم راح تحط السيستم إلى تحوله إلى شكل ماتريكس، الفورم هذه ماتريكس فورم أوكي، بحيث الآي عبارة عن ماتريكس X فيكتور والبي فيكتور. طيب في المثال هذا عندي 3 equations system of 3 equations with 3 unknowns، تمام؟ الـ unknowns هو x1 x2 x3. الماتريكس A راح تكون 3 في 3 عدد مع عدد unknowns وعدد equations، تمام؟ هذا عبارة عن square matrix لأنه فيه عدد unknowns يطابق عدد equations. مفروض إذا كانت الماتريكس A هذه inversible يعني not singular يعني الحل يكون موجود وفي حل وحيد للسيستم لأنه عدد الأنونز يساوي بالضبط عدد الإكويشنز. طيب كيف نكتب الحين نعرف الماتريكس A والB؟ التعريف X هو عبارة عن الفيكتور المجاهيل X1 X2 X3، يعني X راح يكون هذا X1 X2 X3، تمام؟ بعدها الـ A each coefficient في الصف الأول تبع الصف الأول راح يكون تبع الإكويشن 1 مثلا أوكي. راح تلاحظ هنا الكوفيشنت 3 2 1 بعدها 1 2 3 الى اخره، والفيكتور بي راح يكون النواتج من جهه ثانيه 28 24 سالب 64 بكل بساطه. وتلاحظ انك انت لو الحين تسوي البرودكت هذا اي ضرب اكس الماتريكس برودكت اللي مش يعني ما عندوش علاقه بالدوت ملتيبليكيشن ولا الدوت، تمام؟ هذا يسمى الماتريكس برودكت، يعني راح تسوي ضرب تضرب الصفوف مع الاعمده تحصل على هذه. يعني لو تضرب الماتريكس A مع X راح تجيك المعادلة هذه في الأول، المعادلة هذه في الثاني، المعادلة هذه في الثالث، تمام؟ هذا مثال. المثال آخر
وبعدها في السوليوشن قلنا إما تستخدم الباك سلاش تقول x يساوي a باك سلاش b من طريقة من السيستم هذا a باك سلاش b، يعني بدل ما تكتب b divided by i، هو b divided by i ما يعطيك الحل. السنتكس في المطلب هي راح تكون a باك سلاش b، أو هذه equivalently تكتب inverse a ضرب b. إذا كان السيستم معرف بالشكل هذا يعني not rearranged، لازم تسوي لها rearrangement بحيث تضع المجاهيل في جهة والنواتج جهة ثانية في الطرف الثاني. أوكي، تجمع كل المجاهيل في طرف والثانية النواتج في الطرف الثاني بحيث يسهل لك تعريف الماتريكس A. تمام، نبدأ إذن في السؤال لاب خمسة. سؤال لاب خمسة عندكم مثال لبروبلم في الفيزيكس ولا في الكيمستري مثلا. في بعض الأمثلة ما يعطيكش مباشرة المعادلات، ما يقول لك حل السيستم هذا، انت لازم تطلع الإكويشنز. تمام، وعادة في الانجينيرينج انت اللي لازم تطلع الإكويشنز. طبعا هذا مثال بسيط. اوكي، you can find many problems that يعني end with linear systems. تمام، معليش نبسط لكم السؤال هذا وإن كان هو بسيط. يعني 40 عندكم 3 solutions، يعني 3 محاليل. تمام، كل محلول بتركيز مختلف، 40% أسيد، الأول 40% أسيد، الثاني 60% أسيد، والثالث 80% أسيد، يعني تركيز الأسيد مختلف. تمام يا شباب، راح نخلط، نحن ناخذ فوليوم من each solution، كل محلول نحن ناخذ منه فوليوم ونخلط بحيث نحصل على في الأخير 50 لتر، وتركيز السوليوشن المجموع يعني الميكستشر راح يكون 74%. تمام، يعني هنا عندي يعني عندي معلومتين، الأول أنه التوتال فوليوم راح يكون 50 لتر، المعلومة الثانية أنه تركيز السوليوشن في الأخير الميكستشر راح يكون 74% من الأسيد. وكذلك يعطيني الفوليوم للسوليوشن الأول، المحلول الأول 40% راح يكون مرتين، يساوي ضعف المحلول الثاني. أوكي، الحين أنا حطيت لكم جدول فقط للمساعدة. تمام، حتى تكون يعني واضح الأمور. هنا حطيت النوع السوليوشن، المحلول الأول، المحلول الثاني، والمحلول الثالث، هذا المحلول النهائي بعد ما نجمع. المجاهيل راح يكون الفوليوم liter of solution، x من المحلول الأول، y من المحلول الثاني، وz من المحلول الثالث. إذا سوينا المجموع نحصل على 50. فبالتالي هذه أول معادلة لازم تكتبها، أنه مجموع x plus y plus z يساوي 50. تمام، المعادلة الثانية نجيبها من التركيز النهائي، هذا التركيز النهائي للأسيد هو 74%. احنا نعرف تركيزات كل محلول كيف تركيزها، بالتالي لما نجمع الفوليوم for each acid، الفوليوم of acid for each solution، راح نحصل على total volume of acid هنا، اللي هو هذا مضروب التركيز مضروب في الفوليوم، total volume راح يعطيك volume للسوليوشن acid، عفوا للأسيد. اوكي، مثلا هذه 50 لتر في الميكستشر بتركيز 74%، معناها تحتوي على 37 لتر كلها acid. فمن الافترض مجموع الأسيد من كل سوليوشن هيعطيك المجموع الكامل، يعني لو ضربت 0.4 في اكس اوكي زائد 0.6 في واي زائد 0.8 في زد تحصل على 37. اوكي، واخر معادله هذه معادله الفوليوم فور ذا فيرست سوليوشن يساوي مرتين فوليوم سوليوشن الثاني، يعني اكس يساوي 2 واي. هذه معطيات انت تكتبها طبعا في ورقه، السيستم تكتب المعادلة في ورقة، احنا راح نكتبها في نفس السؤال على شكل كومنت. اوكي، على شكل كومنت نكتب اول معادلة x plus y plus z يساوي 50. شباب واضح الامور؟ اذا في شيء غير واضح وقفوني. تمام، الصوت واضح؟ واضح. بس على اتاكد يعني، لانه اذا ما سمعت صوتكم يعني
ممكن تكون في المشكلة. قلنا أول معادلة x زائد y زائد z يساوي 50، هذه عبارة بس عن comment لتسهيل، يعني تسهيل طريقة الحل. المعادلة الثانية قلنا مجموع الأسيد، الأسيد يساوي المجموع total 37. أوكي، معناه الأسيد في السوليوشن الأول هو 0.4 في x ضرب x زائد 0.6 ضرب y زائد 0.8 ثالثة 8 صح 80% نعم ضرب زد. المجموع هذا يفترض يكون 37 اللي هو 0.74 ضرب 50 ونفسه 37. آخر معادلة x يساوي 2y تمام. آخر معادلة هذه نحولها إلى مثل ما قلنا لكم، تحطوها تحطوا المجاهيل في يعني في طرف والنواتج في طرف، يعني ما نخليهاش بالشكل هذه، نحولها إلى x ناقص 2y يساوي 0 تمام. إذن عندي الفيكتور x، الفيكتور المجاهيل هو الx والy والزد، هو اللي يمثل الفيكتور x. لو نكتب مثلا فيكتور x هذا هو الفيكتور x كابيتال له، يمثل x والy والزد. الماتريكس A، الحين نعرف الماتريكس A from this system. الحين حاولوا تعطوني الكوفيشنتس اللي موجودة في الماتريكس A، تفضلوا شباب. بيكون دكتور أول شيء عندنا واحد 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 أول صف، أول صف واحد واحد واحد، بعدين نضع سمي كولم نمر للصف الثاني. نعم الصف الثاني 0.4 0.6 0.8 معليش، واحد ثاني يعطيني الصف الثالث غيرك. واحد وسالب اثنين، واحد سالب اثنين زيرو زيرو تمام. زيرو لأنه هنا الزد ما فيش كوفيشنت معناه زيرو. طيب دكتور تفضل. نعم ليش حطينا بيرسنت أو كومنت قبل المعادلات؟ للمساعدة على الفهم، أنك ترى الإكويشنز أمامك فقط، مش ضروري يعني بالأساس نكتب بس المصفوفة على طول. بالأساس تكتب المصفوفة، ولكن المعادلة أكيد راح تكتبها على ورقة لأنه عشان تتخيل المصفوفة كيف راح تكون. تمام، هذا السيستم اوف إكويشن أول شيء تكتبه في الورقة، عشان بعد أنت تحتاج فقط تبرمجها، تكتب الماتريكس A والبي والحل. البي هو فيكتور النواتج، كم راح يكون؟ خمسين. نعم أول شيء 50، بعدين الصف الثاني بيكون 0.7 ضرب 50، 0.74 ضرب 50. نعم نقدر نخليها بالشكل هذا 0.74 ضرب 50. اوكي بدون ما نسوي عملية حسابية، قلت لكم في الماتلاب حاول اجتنب الكالكوليتر في يعني قدر الامكان، ما مش قدر الامكان يجتنبها دائما دائما، يعني انت ما تحتاج تحسب 50 في ضرب 0.74، حطها بس بالطريقة هذه. الصف الثالث حيكون 0 اوكي 0. فأنت البي هذا عبارة عن كولومنا، انتبه يكون لازم يكون كولوم. طيب آخر خطوة solving the system، تحط المجهول x وش يساوي a backslash b. تمام طيب الحين حنشوف الحل، نضغط على F5 نشوف الحل. طلع لي X يساوي 6341، معناه نحتاج إلى 6 لتر من المحلول الأول، 3 لتر من المحلول الثاني، و41 لتر من المحلول الأخير ثالث. دكتور تفضل. عندي سؤال بس عن الكومنت الثالث اللي هو X ناقص 2Y يساوي صفر. نعم ما استوعبت من وين جبت، لانه الاكس يساوي 2 واي من اكس يساوي 2. ها كيف عرفنا ان اكس يساوي 2 واي؟ معطيات السؤال volume of 40% solution equals 2 times،
the volume of 60% solution. يعني محلول هذا الـ X يساوي 2Y. نعم هذا معطيات السؤال. طيب بعد ما خلصنا الحين يعني باعتبارنا باعتبار الـ unknowns X, Y, Z نحاول نكتب each unknown what equals. يعني X وش تساوي والY وش تساوي والZ وش تساوي، لأن هذا هو اللي همنا. وإن كان موجودين هنا لكن أفضل نكتبهم separately. نكتب X small X يساوي X 1، يعني first element of X هذا أول element هو الـ X صح، والY وش تساوي second element ثاني، والZ تساوي عفوا هذا X. تمام، وهنا ما نحتاج حتى يعني ما نحتاج إظهار نتيجة X مباشرة، نحتاج فقط X والY والZ. X يساوي 6 Y تساوي 3 Z يساوي 41. ممكن طبعا you can display the results بطريقة أخرى على شكل جدول، مثلا تحط جدول فيه solution 1 solution 2 solution 3 والvolume for each one على شكل جدول، لكن معليش ما يهمناش. نمر للسؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، السيستم جاهز، أعطاكم السيستم معادلتين، السيستم هذا فيه معادلتين أنتم تحتاجوا تبرمجوها في المطلب. The given the following vectors alpha and beta، هادو ما الفيكتورز عبارة عن given parameters. Okay given parameters الالفا فيه البارامترز هما 1 2 3 4 5 والبيتا أعداد مختلفة كذلك. المجاهيل هم الاكس والواي. اوكي اكس والواي، عندك المعادله الاولى فيها اكس واي، المعادله الثانيه فيها اكس والواي، وهذا النواتج في الطرف الثاني. يعني المعادله راهي اوريدي ريارنجد، المطلوب تحويلها الى اي اكس يساوي بي، يعني طلع الماتريكس اي والبي وتحلها باستخدام الكومن سام، يوز اونلي كومن سام. تمام، الصعوبة في السؤال هذا بس هو حساب الكويفيشنتس. مثلا الكويفيشنتس في المعادلة الأولى اللي مضروب في الإكس هو مجموع ألفا في البيتا، مجموع ألفا في البيتا، هذه الماتيماتيك سيمبول هذا سم، يعني تسوي summation from i تساوي 1 to i تساوي 5. تمام، راح تسوي summation للفيكتور هذا مع الفيكتور هذا، ضرب الفيكتور هذا ألفا i بيتا i، هذا إيش معناها؟ for each index احتضرب ال تحتضرب elements of vector i وال elements of vector b. مثلا احتسوي 1 ضرب 1.5 زائد 2 ضرب 2.7 زائد 3 ضرب 3.2 الى اخره، هذه اللي معناها هذه. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للother coefficients. تمام، هذه طبعا هذه في طريقة في المطلب كيف نحسبها summation هذه باستخدام الكومن سم. أول خطوة نسويها في التمرين هذا إيش نسوي؟ أول خطوة نسوي مصفوفة الألفا والبيتا صح؟ نعم، تعريف الألفا وتعريف البيتا. أوكي على شكل مصفوفة، فعندكم الألفا نكتبها مثلا أي، بدون ما نكتب ألفا نكتب أي، إيش تساوي من 1 إلى 5. تمام، فيكتور من 1 إلى 5. البي إيش تساوي؟ البي هنا الحين مضطر ندخل 1 باي 1 اوكي، لان ما فيش طريقه اخرى، راح ندخل 1.5 بعدها 2.7 بعدها 3.2 5.6 5.6 والاخيره 6.7 6.7. خلاص معناته عرفنا الالفا والبيتا. الحين نعرف الماتريكس اي coefficients for the matrix A. الماتريكس راح تكون 2 في 3 تمام، فيها 2 فيها يعني في معادلتين مع مجهولين، يعني راح تكون 2 في 2. المربع الاول في الماتريكس هو هذا الاليمنت، الاليمنت الاول يعني A11 اللي هو A11، هذا A12 بعدين A21 A22. ممكن تعرفهم element by element بالشكل هذا، يعني تقول A11 وش تساوي A11، تعريف element by element، أو أنك تعرفها مباشرة. دقيقة دكتور، بعدين كتبتها بس ممكن تعيد شوي.
بعيد شوي نكرر لو تعيد بس الله لي. أوكي قلنا السيستم فيه معادلتين صح؟ two equations مع two unknowns، معناه الماتريكس اي، الماتريكس اي راح تكون 2 في 2 two rows two columns. الاليمنتس قلنا هذا الصف الاول، معادلة الاولى عباره عن الصف الاول، تعريف الصف الاول. في الصف الاول ايش راح يكون؟ يكون الاليمنت الاول هذا، الاليمنت الثاني هذا. الاليمنت الاول هو مجموع الفا في البيتا، والاليمنت الثاني مجموع الفا بيتا تربيع. الصف الثاني نفس الشيء، مجموع الفا وهنا مجموع اخر. فاحنا راح نحاول نعرف الماتريكس اي بادخال هذا كل المجاميع هذه نحسبهم، تمام؟ اما نعرفها بالشكل هذه او نعرفها element by element. معناها نقول مثلا لو نعرفها element by element نقول a11 هو وش تساوي؟ تساوي هذا صح، وال a12 هذا تعريف element by element، a12 تساوي المجموعة الثانية الى اخره. خلينا نسوي element by element عشان تكون واضح الامور. اذا كيف هذه نكتبها في الماتلاب الحين؟ كيف نبرمجها؟ مجموع الفا في البيتا، لو فهمتوا الماتيماتيكال يعني اكسبريشن هذه الصيغه الرياضيه راح تفهمها في الماتلاب سهله. قل له هو الضرب انك ايش يا دكتور، ايش اليمنت اوف الفا تضربه في ايش اليمنت اوف بيتا وتسوي المجموع، يعني سم الفا ضرب بيتا. تمام. الالفا اول شيء الالفا ضرب بيتا، يعني الاي، الاي ضرب بي مع الدوت باستخدام الدوت. هذا وش معناه؟ قلنا هو فيكتور راح يكون اتش اليمنت اوف اي مضروب في اتش في الكورسبوندينج اليمنت اوف بي، تمام؟ هذا راح يصير عندي فيكتور. هذا يعني اذا ضربت الاي الالفا في البيتا باستخدام الدوت، باستخدام الدوت راح نحصل على فيكتور، يعني يكون فيه الـ each element from A مضروب في الـ element corresponding element of B. ثم بعد ذلك نسوي له sum، يعني نضيف لو نكتب كذا sum. طبعا هنا خلينا نعرف الـ A والـ B. الـ A والـ B معرفة، الـ A ضرب B باستخدام الدوت هو هذا الفيكتور، وهذا إذا استخدمت الصام الحين راح تصير عندي مجموعة واحدة. فأول coefficient للأي هو هذا، تمام؟ الكويفيشنت الثاني اللي هو الإليمنت هذا نفس الشيء، نفس الشيء نطبق نفس الفكرة، لكن هنا بيتا سكوير بدل البيتا، بيتا سكوير. يعني راح يكون عندي الصام أي دوت، لازم الدوت هنا، دوت بي دوت سكوير. أوكي، ونواصل مع الصف الثاني for matrix A A21. الصف الثاني راح يكون الإليمنت الأول هذا هو مجموع ألفا، بس sum ألفا sum A، في الأخير A22 الإليمنت الأخير هو sum ألفا على بيتا أس ثلاثة، يعني A dot divided by b dot power 3. التعريف هذا element by element ممكن نكتبها في خطوة واحدة، يعني بدل ما نكتبها بشكل هذي نكتبها بالشكل هذي، اي نفتح square bracket ونكتب الelements، الاول راح يكون هذا، نضع فاصلة space ونعرف الelement الثاني، تمام؟ هذا الصف الأول، ثم بعد ذلك نمر للصف الثاني نحط سيمي كولوم ونعرف الصف الثاني. سبيس ونعرف آخر شيء، تمام؟ يعني هذه الخطوات أو الخطوة هذه نفسها نفس الشيء. فخليه نحطهم كومنت، هذه نحطهم كومنت حيث ما نكرر كومنت. اوكي، كنترول انتر راح نشوف الماتريكس اي، هذه الماتريكس اي، تعريف الماتريكس اي.
2 في 2. تعريف الفيكتور بي الحين. الفيكتور بي الاليمنت الاول هو هذا، الاليمنت الثاني هو هذا. 1 تقسيم الفا في البيتا، 1 تقسيم الفا في البيتا. مين يعطيني كيف نكتب هذه في المطلب؟ 1 على سم الفا زائدا سم بيتا او ضرب سم بيتا. هل نحتاج دوت ولا ما نحتاج دوت؟ لانه هي بتصير عدد يا دكتور. هذا عدد صحيح، هذا عدد وهذا عدد، يعني سكالر في الاخير، هذا كله سكالر. فما يحتاج ما يحتاج دوت. يعني نحط تقسيم سم الفا ملتبلايد باي سم بيتا، بس كله بين قوسين طبعا. الاليمنت الاول، بعدين الاليمنت الثاني لازم سيمي كولوم، يعني نروح الصف الثاني. الصف الثاني راح يكون سم الفا، بس سم الفا تمام. ففي الاخير نحصل على هذا البي، والحل راح يكون اكس يساوي نفس طريقه باك سلاش بي. ممكن نجرب انفرس نفس الشيء، انفرس اي ضرب بي. اذا نشوف الحل، this is the vector solution، هذا x والy. لازم تجربوا انتم، جربوا حتى شوفوا اذا تحصلوا على نفس الشيء ولا في اخطاء، ولا ما في اخطاء. دكتور. نعم. المصفوفة بي تمثل النواتج يعني ولا؟ تمثل النواتج، دائما تمثل النواتج. الرموز لا تهم، لا تهم، تحب ترمز لها سي ولا أي شيء ما هو مشكلة. المهم تعرف أنه السيستم إذا كتبته بالشكل هذا أي إكس يساوي بي، تعرف كيف تحله. الحين لو عوضت الأي بالتي مثلا والبي عوضته بما أدري زد، راح تحصل إكس يساوي تي باكسلاش زد. هذه كلها رموز، يعني تتفق على الرموز. تمام يا شباب. طيب إذا ما فيش أسئلة نمر للسؤال الثالث ونبدأ في البلوتينج الحين. السؤال الثالث نبدأ في البلوت. واي ما نحسبها؟ X والY ممكن، ممكن تسوي نفس هذه نفس الشيء. هو في الأسئلة في بعض مرات يحدد لك، يقول لك طلع لي X والY، ولا طلع لي مثلا ما أدري variable معين Q and T. أوكي لازم تطلعهم بالشكل هذا في الأخير. طلعهم بالشكل هذا، X وش تساوي والY وش تساوي. Okay, let's go to question 3. طيب question 3 يعطيكم معادلتين تمثل طبعا distance, horizontal distance وال vertical distance of a projectile. لما يعني ترمي projectile بانجل معين. Okay, وهذه تعطيك معادلة مع التايم، كيف تتغير مع التايم. طبعا البارامترز اللي هنا معرفه هي الفي زيرو انيشال فيلوسيتي والانجل تمام والجرافيتي جرافيتي والاكسلريشن اوف جرافيتي. في 3 بارامترز تعرفهم، والتايم هو الفيكتور المتغير. المطلوب جراف ولا بلوت هوريزونتال ديستانس مع التايم فيرسس تايم. لما يقول لك بلوت هوريزونتال ديستانس فيرسس تايم، معناه انت راح تحط الهوريزونتال ديستانس h هذه في الاكسس y والتايم في الاكسس x. اوكي حيكون h مع التايم، بعدها vertical distance versus time، vertical versus time، وفي الاخير graph horizontal distance on the x and vertical distance on the y. راح تقارن الحين، تحط يعني ال vertical مع الهوريزونتال.
three different plots. أول شيء تعريف الparameters. تعريف الparameters عندنا ال initial velocity v zero يساوي 100. التيتا نكتبها كذا تيتا يساوي باي على 4 والجرافيتي 9.8. طيب بعدها نعرف التايم. التايم هو عبارة عن فيكتور from 0 to 20 with spacing ولا الانكريمنت 0.01. اوكي راح يكون تايم فيكتور from 0 to 20. كيف نعرفه؟ اللاين سبيس. لا لا اللي قلنا لما يعطيكم سبيسينج ولا الانكريمنت ما تستخدمش لاين سبيس. نقطتين راسيتين يا دكتور. نعم بالشكل هذا وما نحتاج نحط زيرو نقطتين زيادة الانكريمنت نهاية. تمام اوكي الاتش الH اللي هنا نرمز لها بالH الـ horizontal distance نرمز لها بالH راح تكون معادلة الأولى T V0 cos theta. اوكي يعني V0 مضروب في الكوس theta مضروب في التايم سيمي كوما والـ vertical distance نفس الشيء V0 sin هذا نفس هذه هنا ساين ماينس 0.5 جي ضرب تي تايم سكوير. تايم سكوير هنا لازم نحط دوت. اوكي تايم سكوير نحط دوت. طيب خلاص احنا عرفنا الحين كل المعطيات دخلناهم عرفنا الهوريزونتال ديستانس والفيرتيكال ديستانس از فيكتورز از فيكتورز. نستخدم الحين البلوت فانكشن. البلوت فانكشن تحتاج الى الفيكتور في الاكسس اكس والفيكتور في الاكسس واي. في الفقره الاولى طلب مني بلوت ال اتش فيرسس تايم. اوكي راح نسوي بلوت. نبدا في البلوت يحتاج الى تو فاليوز. طبعا في الواي هنا الواي هو الفيكتورز نحتاج الى الفيكتور الاول اللي هو التايم في الاكس فاصله والواي عفوا الاتش في الواي اكسس. اوكي اذا كتبت بلوت تي اتش راح نحصل على بلوت بحيث الـ H يكون في الـ Y vertical والـ T يكون في الـ X يعني الـ X axis. نجرب نشوف بس نوع البلوت هذا يطلع لي straight line خط مستقيم اللي هو الـ H لأنه هذه معادلة linear. طيب بالنسبة للـ plotting أقل شيء تسويها حتى ولو ما طلب منك في الامتحان تعرف تسوي labels. تعرف الأكسس X إيش هو الواي إيش هو والتايتل تايتل يعني this is minimum to do. okay X label هنا نستخدم X function X label لتعريف المحور X. X label قوس نفتح قوس نضع يعني تو داش نكتب تكست نكتب horizontal distance. تمام horizontal distance دكتور مو بالx هو time. نعم مو بالx هو time. اي صحيح هذا اذا هذا الواي بارك الله فيك الواي وخلينا نسوي x label هنا x label فاصلة عفوا X label هو time صح. طبعا التايتل مش ضروري أهم شيء تعرف الأكسس محور الإكس والواي هذا أقل شيء حتى ولو ما طلب منك.
اوكي وي كان اد تايتل، احنا نضيف تايتل. التايتل هنا راح يكون horizontal versus time. اوكي راح نشوف، نسوي كنترول انتر نشوف النتيجه. عندي تايتل واللايبلز هنا فور اكسس. راح نواصل مع الفقره ب، نسوي نفس الشيء مع الفيرتيكال ديستانس في، نقدر حتى ناخذ نفس الخطوات هذه كلها نفسها، نغير فقط في الفاريبلز، نغير فقط في الفاريبلز. هنا الفقره ب نكتب العنوان في الكومنتس، يعني نكتب في فيرسس تايم. تمام، وهنا نحط بدل الايش نحط الفي، وهنا بدل الاوريزونتال نحط فيرتيكال. اوكي نفس الشيء هنا نحط فيرتيكال. اوكي طبعا لما نشتغل باللايف، هذا فائدة اللايف سكريبت. اللايف سكريبت يعني يخليك تكتب مينيمم كومنت بوسيبل كومنت، انك ما يحتاج تسوي فيجر جديد، نيو فيجر، لانه في السكريبت العادي الفيجرز هذه تطلع على شكل ويندوز، يعني ما تطلع لكش في الاوتبوت هنا، تطلع على شكل ويندوز. تمام، يعني لو كتبت السكريبت هذا كله في سكريبت عادي، نفتح سكريبت عادي، اوكي نفترض كتبت السكريبت هذا، اذا سويت بلوت هنا ما عندكش مشكله، نسوي كنترول انتر راح نشوف الفيجر 1 والفيجر 2. اوكي فيجر 1 فيجر 2، لكن هنا يا راح تطلع لك one figure only، تطلع لك آخر figure. الfigure الأولى راح تكون erased يعني تمسح، يعني في plot th في الأول يرسم لك plot th وبعدين يرسم لك plot t مع v. إذا كان ما سويتش، ما حطيت figure جديد هنا new figure كذا، لازم تكتب كلمة figure، ما تطلع لكش الfigure الثاني الأول عفوا، يطلع لك فقط الfigure الثاني. أوكي خلينا نمسحها ونشوف كوش يعطيني. نسوي يعني نضغط على select F9 تطلع لي figure 2 فقط، figure 1 غير موجودة، يعني اللي هو T مع ال H تطلع لي figure الثاني آخر figure. اوكي لو نحب يطلعوا لي اثنين مع بعض ضروري نكتب figure ثاني هنا قبل H يعني plot، نكتب figure new figure معناها. في الحالة هذه إذا ضغطت F9 راح يطلعوا لي التو فيجرز، الفيجر الاول مع الفيجر الثاني. طبعا النمبرنج هو النمبرنج هنا 2 3 ما عندوش علاقه. اوكي يعني هو المطلب فقط يبدا لك من اخر فيجر توقف فيها، لو اضفت فيجر جديد راح يواصل الترقيم على اساس يعني اخر فيجر هذا 3 بالتالي الترقيم الجديد 4. اوكي طيب ليش؟ لأنه هنا في سكريبت العادي يطلع لك الفيجرز على شكل ويندوز، على شكل ويندوز، بالتالي ضروري أنك تسوي كلمة فيجر to open a new windows each time. إذا ما حطيتها يرسم لك في نفس الويندو، يغير لك فقط البلوت، يغير الجراف في نفس الويندو. بينما هنا السيستم يختلف شوية، الطريقة تختلف. ففي live script يعني ما تحتاج تحط new window. أوكي واضح شباب؟ أسهل. خلينا نمر إلى الفقرة الموالية. الحين هنسوي plot horizontal والvertical، يعني vertical distance versus horizontal. هنا شفنا تغير horizontal with time، تغير vertical with time. الحين راح نرسم المسار، هذا اللي يسمى المسار، يعني لو نرسم الفيرتيكال ديستانس مع الاوريزونتال نحصل على مسار البروجكتايل. اوكي هنا راح نكتب هنا في التعريف في الكومنت نكتب h versus v ولا v versus h. اوكي الكومنتس هذه طبعا مش ضرورية بس حطيتهم كملاحظات. هنا نكتب plot h في الاكس x وv في الاكس y. تمام، والx label راح يكون
في مرة هذه راح يكون X label هو ال horizontal distance. أوكي ونغير هذه نحط X. أرجو من جميع الطلاب المحاولة تمام، حتى ولو نتوقف شوية نعطيكم وقت أنكم تخلصوا، لكن لازم تحاولوا. إيه والله دكتور بس دقائق بس عشان ما فيش مشكلة، ممكن نتوقف ونرجع. وين هذه الواي الواي ليبل فيرتيكال، هذه تبقى نفسها، والتايتل الحين التايتل يتبدل vertical distance versus horizontal distance. انا قاعد ناخذ فقط كوبي بيست يعني ما بدون اعاده الكتابه. اوكي مره ثانيه كنترول انتر فور كويستشن 3 سيكشن، هذه يطلع لي 3 بلوتس، بلوت الاول بلوت الثاني وبلوت الثالث. بلوت الثالث يشبه الثاني لانه هذا يرسم لك المسار، لكن طبعا الاكسس قيم الاكسس تتغير. اوكي ملاحظه شباب، اذا حبيت نرسم تو بلوتس اون ذا سيم ويندو، مثلا نحب نرسم الاوريزونتال والفيرتيكال في نفس الـ في نفس الفيجر، يعني في نفس الفيجر، ايش نسوي؟ او اني مثلا نحب نرسم كل ما يمكن، كل البلوتات صعب شويه، لازم يكون طبعا عندهم نفس المعنى تايم مع التايم. اوكي لكن هذا الديستانس مع التايم هذه ممكن نجمع بينهم الهوريزونتال والهوريزونتال مع الفيرتيكال، نجمعهم في نفس الفيجر. كيف نسوي؟ بلوت دكتور. كيف بلوت يعني فانكشن دوال فانكشن؟ لا عندك طريقتين. الطريقه الاولى انك تضيفها مباشره هنا، تسوي بلوت تي اتش وبعدها تضيف تحط فاصلة وتضيف البلوت الثاني تي في. اوكي في نفس اللاين تكتب تي اتش مع تي في، هذه اول طريقة. الطريقة الثانية بعد ما تخلص البلوت هذا مع بعد التايتل تسوي هولد اون، تكتب كلمة هولد اون. هولد اون معناه بلوت the next بلوت حيكون في نفس الفيجر الاولى. اوكي hold on معناه في نفس الفيجر الأولى، لكن إذا حبيت نفتح new figure لازم نسوي hold off ولا figure ولا نكتب كلمة figure، يعني بعد ما نخلص البلوت الثاني نكتب hold off بحيث البلوت الأخير راح يكون يطلع لي في figure آخر. طيب هذه على كل حال حاليا ما نطبقهاش، راح نطبقها في الفقرة دي، الفقرة دي حنطبقها، خليها فقط كومنت، ولا لو تحبوا تشوفوا النتيجة ممكن نسوي كنترول انتر. اوكي يطلعوا لي تو بلوت الفيرتيكال والهوريزونتال، هنا فقط نغير التايتل لانه حطينا اخر تايتل هو اللي حيظهر لي اخر تايتل. اوكي المفروض نحط تايتل واحد بس معليش. المهم الهوريزونتال والفيرتيكال طلعوا لي في نفس البلوت في نفس الفيجر، عفوا نفس الفيجر، والفيجر الثاني يمثل الفيرتيكال مع الاوريزونتال، هذه لو حبيت نجمع بين تو بلوتس تمام، لكن احنا حنرجع ما نجمعش بينهم، راح نسوي الجمع في الفقره الاخيره. نرجع كنترول انتر خلاص. الفقره الاخيره الحين راح نقارن، راح نسوي العملية التالية. شوف راح نستخدم 3 angles 3 different angles ونقارن البلوت يعني، وشوف يعني المسار كيف يتغير لما نغير الانجل. اوكي لما ناخذ 60 درجة 45 30 درجة يعني مفترض يعطيني مسارات مختلفة، راح نشوفها في نفس البلوت تمام. calculate 3 new vectors for each of the vertical والhorizontal يعني V1 V2 V3 H1 H2 H3 corresponding to three different angles تمام.
بعدها نسوي plot في نفس ال plot the horizontal distance on the x وال vertical distance on the y for all the three cases in the same graph. Okay. وكذلك راح نشوف كيف نغير في ال properties of the figure. يعني في ال line في ال marks وال colors إلى آخره. طيب. راح نعرف هنا الانجل الأول ثيتا 1 نسميه ثيتا 1 تساوي باي over 3 ثيتا 2 باي over 4 صح ثيتا 3 تساوي باي over 6 طيب الحين مثل ما قلنا راح نحسب ال H1 H2 وال H3 وال V1 V2 V3 باستخدام نفس المعادلات التغيير فقط هنا الانجل هو اللي يتغير بدل احنا نستخدم نفس المعادلات هذه نجيبهم هنا ونغير في الرموز فقط هنا نسميها H H1 V1 H1 ولا في نفس الخط مثلا H1 H2 V2 ولا خليها H1 V1 هذه وهنا نعرف الثيتا ثيتا 1 نحط بدل ثيتا ثيتا 1 نحط ثيتا 1 تمام شفت البرمجة يعني في الحقيقة سهلة يعني ما انك تفهم بس المبدأ ال H2 هنا حط ثيتا 2 V2 يعني في اشياء كثيرة ممكن تربح بها الوقت اوكي وهنا الحين H3 corresponding to theta 3 وال V3 نفس الشيء تمام صار عندي 3 different اللي هما variables ها couples يعني of horizontal and vertical distance تمام راح نسوي البلوت الحين راح نستخدم الطريقة الثانية بلوت معناه عندنا ال H في ال X وال V في ال Y صح؟ نكتب H1 V1 هنا H1 V1 ورح نجمع في نفس اللاين رح نجمع ال other plots H2 V V2 بعدها H3 V3 تمام؟ الكتابة هذه بدل ما تكتب hold on يعني تكتب H1 V1 بعدين hold on H2 V2 وال H3 V3 هذه أفضل مختصرة يعني خلينا نشوف الحين الناتج كيف يطلع قبل ما نكمل أوكي البلوت الأخير راح تشوف فيه 3 lines معناه 3 lines هذه ال H مع ال V أوكي نبقى والحين نكمل نواصل التعريف تعريف أول شيء في titles واللابلز راح يكون نفس هذه نفس الفقرة الأخيرة ما قبل الأخيرة لأنها كلها vertical horizontal مع vertical distance. تمام؟ هذا أول شيء تعريف الأكسس محاور والعنوان. الحين لازم نضيف legend ونغير في properties for each line. اوكي each line نستخدم مثلا mark make one line solid one dashed and one dotted add legend to identify each line هنستخدم 3 different lines type lines مين يقول لي كيف نعرف ال properties بشكل بسيط يعني بدون ما نستخدم ال options for plotting مثلا اللاين الاول هذا ال H H1 مع ال V1 تعريف البروبرتيز تبعه راح يكون بعد الفاصلة هذه قبل ما نعرف H2 V2 راح نضيف هنا 2 يعني 2 كوتس الكوتس ونحط فاصلة في الكوتس هذه نحط التعريف نوع اللاين والكولر والنوع المارك في ثلاث اشياء يعني نوع اللاين هل هو سوليد ولا داشد او دوتد كذلك اللون وهل فيه نقاط يعني ماركت أو نوت هذه كلها جمعتها لكم على كل حال في
في السلايد داتا موجودة هنا في تيبل هذا يعطيك ملخص line type solid راح تستخدم داش دوت راح تستخدم نقطتين رأسيتين والداش دوت راح تستخدم تستخدم هذه يعني داش مع النقطة تمام والداش راح تستخدم two dash هنا تعريف الانديكيتر والبوينت تايب اوكي اذا كان نقطه خليها نقطه او دائره تحب تكون دوائر او يحب تحب يعني على شكل مارك اكس اكس ماركد ولا بلس الى اخره هذه كلها اشياء نقاط اللاين هل تكون معها لاين نقاط او لا والكولورز فيها عندي نفس الشيء فيها انديكيتر في الكولورز البلو بي الجرين جي الريد ار ار الى اخره كلها تقريبا بنفس بداية اللون إلا البلاك البلاك حيكون كي تمام وإلا يعني exception black فقط إذا حبيت تكون black line حط كي هنا نحط الرموز نحط مثلا for the first line نخليها solid تمام black solid black خليها بدون مارك بدون يعني ما نحط سيركز لانه اذا اضفت السيركز مثلا ممكن تكون يعني فخينه هذا اللاين خليها بس لاين اللاين الثاني نفس الشيء راح نضيف هنا الديفينيشن هنا قلنا اللاين الثاني راح تكون دا دوتد صح ولا داشت داشت معناه كده داشت واللون نختار اي لون ثاني نختار بلو مثلا بي واللاين الاخير البروبرتيز حقه دوتد دوتد نقطتين راسيتين والكولر ريد مثلا اوكي نجرب اوكي خلاص طلعوا لي طلعت الفيجر بنفس الاشياء اللي حبيتها للمعلومة فقط هنا الفيجرز اللي طلعوا لي هنا ممكن نطلعهم في سيباريت ويندو يعني نضغط هنا بس نضغط على الفيجر نروح لهنا open in figure window اوكي نفتحها في فيجر ونغير لها بروبرتيز عن طريق المنيو ممكن نغير في بروبرتيز of any type of يعني بروبرتيز حق الفيجر مثلا axis مثلا كتابة هذه الأعداد هذه في الأكسس الفونت نغيرها أو نغير في اللاينز أو نغير في نفس البلوك فيجر هذا في الألوان إلى آخره أوكي نجي هنا edit figure properties ونغير الأشياء اللي نحبها مثلا لو حبيت الأكسس نضغط مرتين هنا في الأكس هذا يطلع لي هنا vertical distance أنا ما طلعليش مفروض يظهر لي الأكسس معليش لأنه كبير فنغير الفونت مثلا لو كبرنا نحطه 14 مثال اوكي فيكبر لي تكبر لي السايز حق الاكسس تمام فانتم ممكن تعدلوا في البروبرتيز ايزلي بطريقه مبسطه فروم ذيس فيجر ويندو ممكن تحط كذا كذلك لو ضغطت على لاين معين تغير الكرر هنا ستايل الى اخره اوكي الحين راح نشوف الليجند كيف نغير مثلا نضيف ليجند نحتاج نضيف ليجند تمام في الفيجر هذه ليش نضيف ليجند لانه عندي 3 ديفرنت لاينز لازم كل لاين يعني لما القارئ يشوف الفيجر لازم يعرف اللاين هذه ايش تمثل والثاني ايش تمثل والثالث ايش تمثل تمام فهذا هو دور الليجند تحديد يعني different في البلوت هذا تحديد different lines what should be this line إذن نضيف الليجند هنا كلمة ليجند قوسين ونحط label for each line label الأول هنا حيكون خاص بال H1 V1 هذا label الأول أوكي بعدها label الثاني راح يكون خاص بال H2 V2 والليبل الثالث حسب الترتيب اللي انت اخترته في البلوت طيب ابغى اتاكد فقط يا شباب هل راكم معايا في المركزين ولا لا والله نصور الشرح السريع ونحاول نمشي مع كل الكتابه طيني شوي
صحيح أنا عارف إنه الشرح سريع شوية، لكن للأسف يعني حبيتكم يعني تشوفوا التطبيق هذا البلوت قبل الاختبار، فهمني؟ بس دكتور نحاول يعني نكتب معك، فمجرد ما الواحد يكتب يرجع يلقى يعني حل كثير موجود. إيه طبعا هذا الفائدة، على الأقل كان فيه الريكورد يعني ممكن تعاود تسمع الشرح، ممكن تعاود تحل السؤال. وطبعا أنا على كل حال إذا في أي أسئلة راجعوني يعني بالإيميل، ما مشكلة إن شاء الله. احنا شفنا البيزيك بلوت، اوكي البيزيك بلوت هذا البيزيكس اللي لازم تعرفهم. طيب الحين باش اضيف الليجند، كيف نحدد الحين ايش اهم شيء؟ اهم شيء حدد لي نوعيه اللاين هذا. هذا سؤال يعني اهم فارق فور ايتش لاين، ايش هو الفرق بين ايتش لاين؟ شيء كيف الشيب موجود عندنا يفرق بينهم الشيب؟ نعم، ايش اللي خلى الشيب هذا والشيب هذا والشيب هذا؟ نعم يعني الانديكيشن، اعطاني مثلا في الليجند لازم تكون انديكيشن، اوكي انديكيشن بحيث القارئ يفهم ما هو اللاين هذا ايش تمثل، والثاني وايش تمثل، والثالث ايش تمثل. طيب ايش غيرنا احنا لما سوينا بلوت؟ الاول H1V1. ها؟ الاول H1V1. الاول H1V1 نعم، لكن ايش الفرق يعني بين H1V1 و H2V2؟ ما يعني وش الفرق بينهم؟ ثيتا. اللون اسود. نعم خلينا من اللون، اللون هذا في البلوت. ثيتا 2 وثيتا 1. يعني فيزيكلي، نعم بارك الله فيك، فيزيائيا الفرق بينهم هو الانجل. تمام؟ اللي راح يفرق بين هذه وهذه وهذه هو الانجل. يعني زاوية الرمية مثل ما يقولون، هذا مثلا رميتها بزاوية أعلى باي على 3، هذه باي على 4، والثانية أصغر زاوية 30 درجة. تمام 60 45 30، واضح؟ هذا هو الفرق الرئيسي. لازم القارئ لما يقرأ أنت لازم تكتب له الزوايا عشان يفهم أنه هذا يمثل البروجكتايل ويذ 60 ديجري شوت، اوكي هذا ويذ 45 الى اخره. فهنا راح نكتب هنا الحين فقط في الليجند نكتب الانجل بس، يكفي انه يعرف لي اللاينز هذه. نكتب مثلا هنا نكتب ثيتا يساوي باي على 3 ولا على 6، على 3 صح الاول. طيب لو انا كتبتها بس هذه تكون ثيتا 1، ثيتا 1 هي معرفه عندي انها باي على 3. لا بس هذا تكست. هذا هو بالنسبه لي ثيتا 1 راح يظهر لك ثيتا 1 هنا، القارئ ما يعرف ايش هو ثيتا 1 ما شاف البرنامج. لازم تكتب له باي على 3. يعني على الاقل تكتب كذا، حتى ولو ما كتبش ثيتا اكتب باي على 3، فهمت؟ بس راح نكتبها عمدا، نكتب عمدا ثيتا تساوي عشان نسوي عملية هنا. الحين شوف ليش كتبتها، ثيتا 2 ثيتا تساوي هنا باي على 6. تمام. طيب لو أضفت هذا الليجند، التكست اللي راح اللي مكتوب هنا حيظهر لي نفس التكست في الليجند، يكتب لي يظهر لي اللاين الأسود ثيتا يساوي باي على 3، اللاين الأزرق باي على 4. طيب الحين هذه الكتابة هذه ما تناسبني، نحب نخليها تكون as mathematical symbols، as mathematical theta هذا يظهر لي as symbol mathematical symbol. هذه ترجعوا إلى سلايدات وانتم شفتوهم، أكيد شفتوها في المحاضرات كيف تحول كلمة إلى symbol. مثلا الألفا لو تحب تظهر لك على شكل symbol له تضيف backslash قبل بداية الكلمة، إذا ضفت الرمز هذا قبل الألفا يظهر لك على شكل ألفا الماتيماتيك سيمبل. نفس الشيء الاذر سيمبلز سيجما والباي الى اخره جاما. تمام. ليس اور ايكوال سيمبل هذا راح تكتبه بالشكل هذا، ليس اور ايكوال. في كذلك سبسكريبت والسوبر سكريبت. سبسكريبت تستخدم الاندرسكور لو تحب تكون كلمه معينه او رمز معين يعني از سبسكريبت تضيف قبلها اندرسكور، وسوبر سكريبت تضيف قبلها الرمز هذا باور. وإذا كان عندك مجموع من السبسكريبت سوبر سكريبت يعني جملة أو مجموع الكاركترز لازم تحطهم كلهم بين كيرل براكتس
حتى يكون الكل سوبر سكريبت ولا الكل سب سكريبت. تمام. طيب هنا راح نسوي العملية هذه. بالنسبة للثيتا راح نضيف باك سلاش قبل كلمة ثيتا ونضيف باك سلاش قبل كلمة باي. هنا نفس الشيء ضيف باك سلاش. دكتور عندي سؤال، الباك سلاش وين بالكيبورد؟ صراحة ما عجزت ألقى كله دائما أنا عندي موجودة. شفت الانتر أمامها يعني أمام حرف الطاء جنب حرف الطاء. شكرا لك ميز. الله يسلمك. تمام خلاص نشوف الحين الفرق. إذا ضغط على كنترول انتر شوف الفيجر صارت فيها رموز رياضية. أوكي نفتحها في فيجر جديد. ثيتا يساوي باي على 3، باي على 4، باي على 6. ممكن نكبرها الليجند هذه مثلا. اوكي نفتح البروبرتيز ونضغط هنا على الليجند. عفوا ليجند بروبرتيز هنا شوف ليجند. ممكن تغير لوكيشن مثلا. هنا حاليا راهي في النورث اس نورث نورث ايست. تغير الاورينتيشن تكون على شكل فيرتيكال ولا اوريزونتال. تمام احنا نحب نغير الفونت. الفونت وين موجود؟ فونت سايز هذا السايز نكبرها حط مثلا 15. اوكي تمام. لما نغلق الفيجر ما راح يتغير هنا في الاوتبوت لكن يتغير لي في البرينت. في البرينت لما تحول لبي دي اف يتغير ان شاء الله. طيب اعتقد يعني السؤال الثالث شفنا كل شيء ان شاء الله. راح نروح للسؤال الرابع. السؤال الرابع طيب سؤال الرابع استخدام subplot command. عندي راح نرسم عندي 3-4 different functions. اوكي function هذه والهذه يعني 4 functions راح نرسمهم كلهم في plot واحد ولا في figure واحد لكن باستخدام subplot. يعني الfigure هذا حيكون مقسم. تمام اول شيء تعريف الx. نعرف الx من سالب واحد الى واحد. راح ناخذ هذه copy paste نعرف الx. بعد ذلك تعريف ال y1 y2 y3 y4 لانه هذا كله لازم يكونوا فيكتورز بدلاله الx. تمام ال y1 exponential 1 over x زائد 2. نعرف ال y1 exponential 1 تقسيم x لازم دوت زائد 2. تمام هنا طبعا المقصود واحد على x لحاله مفروض نكتبها واحد على x زائد 2 لحاله. وإلا لو مقصود x plus 2 بين قوسين يعني الx فقط اللي موجود في المقام مش الx زائد 2. فبالتالي ما أضفت قوسين هنا ما احتاج قوسين. يعني لو كان x plus 2 في القوسين راح نحط قوسين. أوكي طيب y1 y2 نعرفها واحد على x تربيع واحد تقسيم x سكوير. معليش يا شباب تحملوني اليوم محاضرة شوية دسمة بسبب الضغوطات للاختبار قرب وكذا. مفروض هذا البلوتينج نشوفه الأسبوع القادم يعني لو كان يعني الاختبار مش الأسبوع القادم يستحسن يعني خليه الأسبوع القادم لكن معليش شو تبدأوا تمرنوا عليه. y3 log هنا المقصود len function. len مفروض نكتب len x تربيع زائد واحد واللن في المطلب هي log x واثنين زائد واحد وفي الأخير y4 تساوي
اكس تربيع تمام زائد واحد على اكس على اكس ناقص واحد. طيب احنا الحين عرفت كل الفانكشنز، راح نرسم واي بدلالة اكس لكن باستخدام سب بلوت. هنا نراجعه شويه بس بعد سريع. السب بلوت وين موجود؟ هنا السب بلوت. نعم سب بلوت. تستخدم كلمه هذه سب بلوت بالشكل هذه ام ان بي في 3 اندكسز. ام ان بي الاندكس الاول يمثل عدد الرسمات في الصف، والان يمثل عدد الرسمات في الكولومز مثل الماتريكس تماما مثل الماتريكس، يعني عدد صفوف وعدد الكولومز. اوكي الام هو عدد الرسمات في الصفوف والان عدد الرسمات في الكولومز. مثلا لو الفيجر انا حبيت نقسمها الى أربعة بحيث يصير عندي 2 بلوتس في الصف الاول و2 بلوتس في الصف الثاني تمام. نبدا بكلمه سب بلوت. سب بلوت 2 2، أيوة معناه 2 2. وش معناه 2 2؟ معناه 2 بلوتس في الصف الاول 2 بلوتس في الصف الثاني. والاندكس بعدين اللي يجي من بعد راح يتغير، يكون متغير بي. هذا البي ايدنتيفايز ذا بوزيشن. بوزيشن 1 معناه اول بلوت. لو لاحظ هنا نكتب 1 مثلا وراح نجرب. اوكي سب بلوت 2 2 1 فاصله نكتب بلوت مثاله بلوت الاكس مع الواي 1 ونشوف الناتج. هنا الحين شوف وش يطلع لي. طلعت لي فيجر. شوف الفيجر اللي طلعت لي، طلعت لي فيجر مقسمه الى اربعه. هنا ما تظهر ليش كويس لكن يعني مطلب قسمها لي الى اربع مناطق. المنطقه الاولى، المنطقه الثانيه راح تكون هنا، الثالثة هنا، والرابعة هنا. already لما حطيت 2 2 المطلب قسمها على 4 تمام. الحين راح نضيف في البوزيشن الثانية، راح نضيف الرسمة الثانية هذه. يعني هنا بلوت سب بلوت 2 2 2 راح تجي الرسمة الثانية. بس فقط نحاول نحترم هذه، نحترم نوعية البلوت. هنا في البلوت الأول بالنسبة للفانكشن الأول راح نستخدم سيمي لوج واي كوماند. سمي لوج واي كومن هي نفسها البلوت لكن هذه تستخدم لما نحب نستخدم لوغاريتميك اكسس. لما نحب نستخدم لوغاريتميك اكسس فور مثلا هنا في الواي نستخدم هذه تمام. فهنا بدل ما نحط بلوت نحط سمي لوج واي. ايش معناها؟ معناه الواي اكسس راح يكون يعني لوغاريتميك سكيل. لوغاريتميك سكيل انتم تعرفوا انه في فيه اللوغاريتميك سكيل وفيه اللينير سكيل. اوكي اللينير سكيل تقسيمه السكيل راح تكون راح تكون متكافئه، يعني سبيسنج راح يكون نفسه، لكن اللوغاريتميك سكيل راح يختلف يعني. اوكي معليش خلوها مبدئيا نشوف هنا ايش راح يتغير. في اللوغاريتميك سكيل راح نقدر نمثل لارج سكيلز. هنا في الواي صار لوغاريتميك لارج سكيلز. شوف تتغير القيم من 10 وسالب 50 الى 10 وسالب 50. هذه هي فائده السمي لوج، تمثيل اللارج سكيلز. طيب نضيف هنا جريد. هذه مفيده خصوصا في لما يكون عندكم لوغاريتميك سكيل. الجريد يسمح لك انك ترى تحاول تحدد شو اسمه البارس اللي موجوده في الاكسس هذه. لو نفتحها مرة ثانية. اوكي السكيل الجريد يسمح لك بقراءة تفاصيل السكيل الاكسس. اوكي طيب الحين نروح للبلوت الثاني سب بلوت 2 2 2. البوزيشن الثانية ايش راح تكون في البوزيشن الثاني؟ واحدة على اكس يعني ثانية. ونستخدم الكوماند لوج لوج. لوج لوج هي هو بلوت، عباره عن بلوت
وير يعني البوث اكسس، بوث اكسس الاكس والواي يكونوا لوغاريتميك سكيل. تمام، الاكس الاثنين مع بعض يكونوا لوغاريتميك، لوج لوج اكس واي 2. نفس الشيء هنا نحط جريد حتى يسهل لي قراءه السكيل. لو نسوي كنترول انتر، لاحظ الحين جاني البلوت الثاني هنا position 2. تمام، شوف هنا الخطوط هذه لما وضعت الجريدز حطي خطوط في اللوغاريتميك سكيل الاكسس هذا في اللوغاريتميك اكسس هذا. طبعا فيه هنا ملاحظه warning negative data ignored، لانه ليش؟ لانه فيه الاكس نيجاتيف فاليوز وما ياخذها باعتبار في اللوغاريتميك سكيل. تمام، اللوغاريتميك سكيل ما بعض الفاليوز نيجاتيف. على كل حال لا تعيروا اهتمام لهذه، بس هذه ملاحظه ما يعني مش خاصه بالبرمجه، فيش اخطاء في البرمجه يعني. طيب نكمل السب بلوت اللي بعد، ايش راح يكون؟ تفضلوا شباب. معليش، فيه جواب ولا ما فيش؟ الرسمة اللي راح تكون هنا دكتور أنا شوي بادي أضيع معك. تحبون وقفون وقفوا ما فيش مشكلة. إذا بس طيب بسوي الراجح إحنا زينا بالضبط. السؤال الرابع، إحنا السبلوت عشان نقسم السبلوت، السبلوت قسم الفيجر إلى ميني بلوت. مثال مثال هنا حطيت، أهم شيء أنك تفهم هذه اثنين اثنين تعني أنه في أربعة أربعة أربعة، اثنين طول اثنين عرض، اثنين في الطول اثنين في العرض، والرقم الأخير هو موقع البلوت حقي هذا. نعم. طيب اللي عقبها هذه يا دكتور اللي هي سيملوغ، سيملوغ نعم، هي تبقى دائما اثنين اثنين. هذه سيميلوج اكس، احنا في تو سيميلوج واي وسيميلوج اكس، معناه الاكسس اكس هذا راح يكون لوغاريتميك فقط، هذا اللي ايش معناه، فهمتني؟ في هذه كوماند مثل الكوماند بلوت، شفت البلوت اللي تعرفها الكوماند بلوت؟ نفس الشيء فيه كوماند سيميلوج خاصه برسمه الرسمه لما يكون الاكسس اكس لوغاريتميك سكيل فقط. اذا تحب يكون الاكسس اكس هذا لوغاريتميك سكيل لازم تستخدم الكوماند سيمي لوج اكس بدل ما تستخدم بلوت. تمام، معناه البلوت هذا ليني، البلوت هذا لما تستخدم كوماند بلوت البلوت يطلع لك لينير، الاكسس يعني الاكس والواي كلها لينير اكسس. انا شويه دكتور ما سعد الكلام هذا، الكلام هذا شفت انت لما تاخذ يعني ال كيف اسمه الورقة المليمترية ويطلب منك ممتاز. ترسم رسمة ممتاز. تمام، في المحاور تقدر تختار، تقدر تاخذ الورق المليمتري اللوغاريتميك سكيل. اللوغاريتميك سكيل هذا يستخدم لتمثيل الأعداد الكبيرة، بس هذا اللي تفهمه يعني. فيه تو سكيلز، فيه اللينير سكيل واللوغاريتميك سكيل. فأنت في المطلب هنا شوف، لاحظ في الرسمة الفرق عشان اخليه الاس هذا عشان اصغر الخانات. نعم، عشان تصغر الخانات. شوف الاس هذا يسمح لك في تمثيل اعداد يعني هذه فهمتها يا دكتور، بس هذا هو المعنى. لما البلوت هذا استخدمنا لوج لوج طلع لي بالشكل هذا، هي هنا لوغاريتميك هذا لوغاريتميك الاثنين. البلوت هذا استخدمنا لوج واي سيمي لوج واي سيمي لوج واي، معناه طلع لي الواي لوغاريتميك سكيل الاس، وهذا طلع لي لينير. ممتاز. اوكي، هذا طلع لي لينير. لاحظ انه الديستنس بين اتش ستيب نفسها لينير، نفس الديستنس. تمام، بس هذا هو الفرق يعني، اختيار سكيل فقط. طيب والجرايد هذه دكتور ايش معناها؟ الجرايد هي الخطوط اللي تظهر هنا، الخطوط اللي تظهر هنا يعني يعطي لك شو اسمه في ال H يعني H step يرسم لك الخطوط هذه، يسمح لك بالقراءة، يسهل لك القراءة بس.
مثلا انت لو طيب ليش ليش اليمين خطوطه اكثف؟ لان هذا اللوغاريتميك سكيل، اللوغاريتميك سكيل فيه تقسيمات اكثر من لينير سكيل. شوف هذا مثلا التقسيمه الاولى هذه هي ايش هي؟ هذه 10 من 10 اس 0 حتى 10 اس 1، يعني من 0 من 1 الى 100، بعدين من 1 الى 1000، من 100 الى 1000. هذه تمثل ايش؟ تمثل 10 20 30 40 50 حتى 100. اوكي التقسيمات هذه تمثل 10 20 30 40 50، بعدين من 100 الى 1000 200 300 400 500 الى اخره. تمام تمام. فانت الحين الديستنس بتوين each step يختلف من هنا لهنا، هذه الديستنس 100، هذه الديستنس 10، بخلاف اللينير اكسس. اللينير اكسس الديستنس ما تتبدل، فيه يعني 10 باور ديفرنس. فهمتني؟ لما ننتقل from one point to another point. المهم احنا على كل حال انا اخدينا وقت في يعني مفهوم اللوغاريتميك سكيل، لكن معليش انتم اهم شيء تفهم انه هذه الكومنتس اللي موجوده في المطلب هي مثل البلوت تماما، بس تسمح لك تحول البلوت الى another scale. طيب هنا البوزيشن 3 بوزيشن 3 بارك الله فيك. بوزيشن 3 نفس الشيء، راح ناخذ سيمي لوج، سيمي لوج اكس، سيمي لوج اكس صحيح، سيمي لوج اكس. هنا المحاور عندنا اكس والواي 3 تمام، ونضيف الجرايد كذلك هنا، واخر شيء سب بلوت 2 2 4. دكتور بالنسبه لللاين والتسميه المحاور تكون على نفس اللاين؟ اي لازم تكون على نفس اللاين فور ايتش بلوت. مثلا بعد ما تخلص البلوت الاول هنا تعرف المحاور. اوكي اكس ليب راح نجيكم ان شاء الله بعد الله. تمام طيب اعتقد نخلصوا هذه بس ونروح لشيء ثاني لانه الوقت دهمنا ولازم نضيف ساعه ثانيه. اعتقد لازم نسوي مراجعه يوم السبت إذا تحبوا لأي وقت، نختاروا الوقت المناسب نشوف كذلك مع الشعبة الثانية حتى نجمعكم. أنتم تفضلوا السبت؟ أي والله لأن الخميس يا دكتور في مد في الليل. أي السبت أصحاب الكيميكال. كيف عبد الله؟ لو السبت أفضل. خلاص يا دكتور. نعم ممكن طلب بسيط دكتور؟ أي تفضل تفضل. ممكن تأجل واجب اليوم الأحد؟ لا غير ممكن يا دكتور، عندنا مد استاتيكا انا وبعض الطلاب. خلاص ناجل لكم ماكسيموم يوم واحد جمعه، عندك الجمعه ترسلوا دكتور. مشكله مدين ورا بعض والله العظيم متلخبطين. لا 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 والله ما في مجال، اسمح لي ما فيش مجال. نخلص بس هذه اخر شيء، معليش بعدين نرجع له، خلينا جزئيه الواجب نحكي فيها من بعد يعني عندنا الوقت. تمام اخر شيء البلوت العادي. تمام كده مره ثانيه كنترول انتر احطلع لي الفور بلوتس في نفس الويندو، هذا كله ويندو واحد يحتوي على الفور بلوتس. الحين تعريف الاكسس فور ايتش بلوت راح يكون بعد السب بلوت، بعد يعني ايتش سب بلوت لازم تضيف اكس ليبل والواي ليبل الى اخره. هذه نخليها مرة ثانية لما نراجع. هي أشياء بسيطة يعني، بعد ما تعرف هنا السبلوت الأول تضيف الإكس ليبل هنا. أوكي وفقط. طيب نرجع إلى لو سمحتم خلينا من البلوت الحين، عندكم البرنامج موجود حاولوا تراجعوا، ويوم نحدد الساعة إن شاء الله أغلب الظن ممكن السبت من 11 إلى 12 إذا يناسبكم، من 11 إلى 12 يكون أفضل للمراجعة، وكذلك نواصل هذا البلوت ونراجع إن شاء الله. إيش رأيكم؟ 11-12 عندي كويز والله يا دكتور، لو تخليها بعد العصر أفضل أو الساعة 3، بس ما أدري عن الشباب، لو كانت مسجلة ما عندي مشكلة. إيه راح تكون أكيد، راح تكون مسجلة أكيد. خلاص أجل عادي. نشوف الأغلبية من 11-12 ما عندهمش مشكلة. السبت يا دكتور ليش ما يصير في الليل يا دكتور؟ عشان يصير ذاكرنا يعني. لا 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 انا ما اقدر، انا في الليل صراحه ما اقدر يعني، السبت والجمعه في الليل صعب علي. فهمني؟
غالبا ما في اشكال يا دكتور. خلاص ان شاء الله حيجيكم ايميل، نشوف كذلك مع الشعبة الثانية وبرسل لكم الايميل. تمام. انتم على كل حال كل اختبار هذا حيكون نظري، الاشياء النظريه شفتوها يعني بيفترض تكونوا عارفين اشياء نظريه، لكن احنا حبينا مزيد من المعلومات. والا احنا الاسبوع القادم اللاب القادم راح نواصل في البلوت. تمام، نواصل في البلوت نشوف الاشياء اللي ما شفناها. يلا شوفوا الحين السؤال، لو تذكروا اللاب الاخير حق الاسبوع الماضي خلينا سؤال ما حليناش، فتحت هذا اللاب اللي سويناه مع بعض ونفتح الفايل كذلك، الفايل لاب 4 كان فيه سؤال ما حلينا. سؤال الأخير. نعم هذا السؤال الأخير. أول شيء طالب مني تعريف الماتريكس واي باستخدام السبيشال ماتريكس فروم ماتلاب. سبيشال ماتريكس اللي هي الزيرو والوانس والدايج، تمام، كل هذه. هنا لو تلاحظ الماتريكس هذه مقسمة إلى 4 مناطق، فيها هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول 1 0 0 0 2 0، تلاحظ أنه فيها دياغونال، هذا دياغونال 1 2 3. الجزء هذا المنطقة هذه كلها أصفار، هذه نستخدم الزيرو الكوماند زيرو. تمام، هذه كلها 1 1 نستخدم الكوماند وانس. تمام، فعموما عندكم 4 type of نشوف هنا قبلها قبل هذه عندك زيروس ام كرييت ان ام باي ام. لما تكتب فقط 1 اندكس راح يعطي لك ماتريكس مربعه ام ام، اذا اضفت النذر اندكس راح تصير ام باي ان، بس الاعداد اللي موجوده كلها اصفار. الوانس هذا الحين الوانس نفس الشيء كلها وحدات، فيها الاي واي اي، هذه الاي اللي تحب تسميها الاي راح تكون ماتريكس with once on the diagonal، يعني يكون في الدياغونال القطر يكون واحد كلها واحد، البقية أصفار. أوكي، راح نشوف أمثلة هنا في المثال. لما نكتب 0 0 2 تطلع لي أخطأت في نعم 0 2 تطلع لي كلها أصفار صح. الوانس 3 مثال 3 دايمنشن 3 تطلع 3 في 3 1 1 1 كلها 1. الاي الاي واي اي 3 تطلع يعني وحدات في القطر. تمام، الحين نستخدم الكومون دايج. الدايج فيها استخدامين، فيها استخدامين. دايج هذه تستخدم جوا اما فيكتور او ماتريكس او مصفوفه، اما فيكتور في او مصفوفه اي. إذا كان فيكتور V راح ينشئ لك ماتريكس، مثال راح نستخدم فيكتور من 1 إلى 3. تمام، هذا من 1 إلى 3 عبارة عن فيكتور صح. الناتج راح يكون ماتريكس مصفوفة بحيث واحد الفيكتور هذا يكون في القطر. تمام، لكن لو استخدمت نعرف ماتريكس M مثلا، ماتريكس خلينا نشوف تكون يعني 3 في 3 حطها بشكل عشوائي 4 5 6 7 8 9 هذا الماتريكس هذه، ونحب نطلع الدياغونال، نطلع الدياغونال هذه اللي موجوده في الوسط، نستخدم الحاله هذه دايج دايجونال ام على طول، دايجونال ام على طول. تمام، تطلع لي اسمه القطر. ف إذا كان اللي موجود في البارانثيزيس داخل فيكتور الناتج حيكون ماتريكس، أما إذا كان اللي موجود داخل البارانثيز الأقواس ماتريكس الناتج حيكون فيكتور يمثل القطر. تمام، راح نطبق هذه في المثال. السؤال الرابع اللي للأسف ما حليناش آخر مرة. طيب هنا راح تكون عندي 4 ماتريكس، 4 ديفرنت ماتريكس في الواي. راح نكتب واي خليها different. نعم لا نشوف الدكتور أقدر أعرف 4 ماتريكس مثلاً A B C D بعدين أقول Y وأسوي لهم تقدر 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 إما تعرف 4 ماتريكس مثل ما سويت أنا هنا Y1 Y2 Y3 Y4 ثم حطيتهم في الواي Y1 Y2 Y3 Y4. أهم شيء إيش تمثل الـ A B C D؟ الـ A تمثل
هذه diagonal 1 3 لانه هذه عباره عن diagonal 1 من 1 الى 3 مثل ما شفنا في التطبيق هنا diagonal 1 2 3 يعطيك الماتريكس هذه تمام. هذا الربع الاول. الربع اللي بعد المنطقة هذه عبارة عن ماتريكس زيروس زيروس 3 أنا كتبت زيروس 3 اللي بعدها هذه تمثل إيش تمثل؟ تمثل الماتريكس E كأن هذه وحدات مضروبة في ثلاثة يعني حطيت ثلاثة ضرب EYE 3 والأخيرة once 3 بس once 3 لأنه ثلاثة في ثلاثة أو أقدر الدكتور المصفوف الثلاثة في ثلاثة أخذ يعني diagonal بالواحد تصير دياجونال ثلاثة مسافة ثلاثة ثلاثة تنفع؟ عاود ما فهمت كويس كيف؟ تصير دياجونال تصير دياج ثلاثة مسافة ثلاثة مسافة ثلاثة هو قصد الماتريكس ثلاثة E3 إيه؟ الاي آه هذه هذه قصدك هذه إيه نعم تقدر إيه أكيد أكيد أنا حسبت تتكلم على هذه إيه ممكن تستخدم هذه نفس الشيء تمام؟ فالمطلوب يعني السؤال مطلوب فيه استخدام فقط special matrix to define this one يعني احنا الحين استخدمناها لتعريف الواي استخدم فقط الدايق زيروس اي والوانس ثم بعد ذلك نسوي extraction نطلع الاي from y والبي from y والسي from y كذا والدي الى اخره using one line command باستخدام يعني فقط one line نطلع الاي مثلا الاي وش يمثل يمثل diagonal هذه سهلة دايق دايك واي اضفنا ترانسبوز لانه اذا ما حطيت ترانسبوز يطلع لك عمودي باي ديفولت يطلع لك عمودي انا طلعته افقي اوكي مثل ما هو طلب منا افقي فحطيت الداش اللي البي هذه عباره عن مجموع لو تلاحظ هنا مجموع الاعمده كلها يمثل هذا 4 5 6 3 3 3 بس لازم انك تلاحظ انه عباره عن مجموع والسي مجموع الصفوف اوكي هنا 1 2 3 6 6 6 فبالتالي مجموع الأعمدة سهل سام واي مجموع الصفوف سام واي ترانسبوز اوكي الحين الدي استخلصنا بس الماتريكس هذه عفوا القطر حطيناه في مصفوفة أصفار كلها أصفار إلا القطر هنا تستخدم دبل دايق 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 واي لأنه ليش دايق واي تطلع لك الفيكتور صح تطلع لك الفيكتور هذا وإذا أضفنا له دايق ثاني الفيكتور هذا يحوله إلى ماتريكس أوكي فأنتم السؤال الخامس في الواجب في الأشياء هذه في الأشياء تلعب بالأشياء هذه عشان تكون المصفوفة المطلوبة طيب الحين الاي الاي طلب مني نطلع ايش بنطلع من الماتريكس واي الشكل هذا الشكل هذا راح تلاحظ هو اللي موجود في الوسط 2 3 1 1 والبقيه كلها اصفر نفس طريقه الدي لكن فيها اكستراكشن تحديد يعني تحديد يعني ما تاخذ الواي كامله تاخذ فقط من الصف الثاني الى الصف ما قبل الاخير ومن العمود الثاني الى العمود ما قبل الاخير وتسوي نفس العمليه دايق دايق لكن الواي هنا الواي تاخذ بس من 2 الى 5 اوكي في الصفوف ومن 2 الى 5 في الاعمده طيب دكتور لو سويتها في خطوتين طلعت الماتريكس لحالها سميت اسم وطلعت منها الدايق لا والله لو هذا يفترض لان والله لخبط طيب لو مثلا خبطت سويتها بسرعه يعني تضبط ان شاء الله تضبط نتمنى لك تضبط ان شاء الله طيب يا دكتور ايوه تفضل راح أوقف التسجيل أعتقد أنا كان يعني لي محاولات أني أستخدم الداي هذه في أني أغير القيم حقتها ما قدرت